بداية الحديث كان عن البراثن الانحلالي اللي نشوفها حاليا داخل المجتمع العراقي، مثل ما ذكرت في بداية حديثي انه احنا مجتمع شرقي وتحكم عادات وتقاليد، لكن بعض الظواهر اللي يعني تعتبر دخيلة على المجتمع العراقي. برأيك انت كشخص عندك خبرة بهذا المجال، شنو سببها؟ تحية واحترام لك وللسادة المشاهدين. بشكل دقيق، حينما يتعرض المجتمع إلى حركة لا تنتمي إلى عملية التقدم أو التطور وتنتمي إلى عملية الاستهداف، تظهر هناك ثلاث عوامل، وهذه العوامل خطرة تؤدي إلى هدم المجتمع وبالتالي صعود من لا يؤتمن الكلام أو تلميحه أو إشارته. هناك حينما يكون إسقاط للمجتمع وفق هذه المنظومة، نجد ثلاث عوامل. واحد من عدها اللي هي هدم الأسرة. الدولة لا تستهدف الأسرة. الدولة لا تستهدف الأسرة، تستهدف المجتمع. لا، هو من أجل المجتمع أن يكون متقدم يجب أن الدولة تستهدف الأسرة. هذا واحد. الشيء الثاني هو إسقاط التعليم. هذا أيضا سبب من أسباب الانحلال في المجتمعات. السبب الثالث هو إسقاط القدوة. إسقاط القدوة، يمكن هذا أكثر عنصر مهم بالموضوع. نعم، يعني هذه الثلاثية مهمة بأبعادها. إسقاط القدوة، نعم، بحيث واحدة من الاستراتيجيات التي تتوجه في حركة المجتمع الحالي، طبعا المجتمع العالمي كله مو فقط في العراق يعاني من أو يكابد من حالة التراجع عن القيم والمبادئ، وهذا سببها النذين الثلاثة. الإسقاط القدوة، لم تكن هناك اعتناء وحفاوة بالعالم، بالمبتكر، بالشخصية الفاضلة المؤثرة في المجتمع، بل يسقط ويوجه تسلط عدسة الإعلام إلى ظواهر لا تنتمي إلى حالة تقدم المجتمع، فبالتالي تؤثر على نوعية ونمطية الأداء والعمل، بحيث حينما لا تستهدف الدولة المجتمع يصبح المجال الإعلامي متاح، بحيث تجدين في الإعلام شخصيات وقنوات لم يختارها المتلقي أو لم ينتخبها الشعب أو لم يأتمنها الفكر المتلقي، فتوجه، وأنا أقصد هنا مو القنوات الفضائية، أقصد هنا أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت أكثر خطورة على العائلة العراقية أكثر من القنوات التلفزيونية، يعني تعرف انه هي تطلق، يعني القنوات التلفزيونية هي بها ضابطة مجتمعية سياسية ضابطة، ولكن قلة من القنوات الإعلامية اللي تتوجه بمعرفة أساسيات عملها أولا، وكيف نشطت ثانيا، وماذا تستهدف ثالثا، باعتبار هناك الكثير من القنوات الإعلامية هي مؤدلجة باتجاه السلطة ولغة السلطة والحاشية. وللأسف لغاية الآن في العراق لا يوجد هناك منصة رأي عام متوازنة حرة. اي نعم، للأسف يعني، وإذا كانت موجودة فهي ليست لديها الإمكانيات والقدرات على تطوير فاعلية تأثيرها. هذه المؤثرات بصراحة سببها الإهمال بشكل مباشر.